بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. درس اليوم بعنوان الإسكندر في مصر. هنتكلم النهاردة عن الإسكندر الأكبر ودوره في تاريخ مصر. قبل ما نبدأ في درس اليوم هنعرض سؤال كسؤال تمهيد لدرسنا. السؤال بيقول: بما تفسر وقوع مصر فريسة للطامعين عبر العصور المختلفة؟ يا ترى ليه مصر كانت دايما تعتبر فريسة للدول الطامعة والمحتلة على مر العصور المختلفة؟ الإجابة على السؤال بتقول الكلام ده بسبب كثرة ثروات مصر وتنوعها، وده جعل مصر مهد وده جعل مصر مهد للحضارات ولفت أنظار الطامعين زي الليبيين والآشوريين والفرس اللي احتلوا مصر، اللي أرادوا إن هم يستعمروا مصر. ثم جاء الإسكندر الأكبر اللي هو الإسكندر المقدوني، وكانت كل دولة بتتطلع لتكوين إمبراطورية تتجه لمصر طمعا في الاستيلاء على خيراتها. يبقى إذن الغرض من هذا الاستعمار هو الاستيلاء على خيرات مصر. تعالوا نشوف مع بعض، نتعرف على الإسكندر المقدوني أو الإسكندر الأكبر. ولد الإسكندر الأكبر عام 356 قبل الميلاد، ونشأ في إقليم مقدونيا بشمال بلاد اليونان اللي هي بلاد الإغريق. نسبه هو ابن الملك فيليب المقدوني اللي وحد إقليم مقدونيا وبلاد اليونان تحت زعامته في عام 338 قبل الميلاد. أما عن تعليمه فتعلم على يد الفيلسوف أرسطو، حيث تلقى تعليمه الأول، وثم تعلم على يد والده، وده واصل تعليمه وتدريبه على شؤون الحكم. ولذلك نجد أنه اكتسب من والده حدة العقل والقدرة على القيادة. أما عن أهم أعمال الإسكندر الأكبر، فغزا معظم أجزاء العالم القديم ولقب بأعظم الفاتحين، وهزم الفرس في آسيا الصغرى وسوريا وفينيقيا، واستولى على مصر في عام 332 قبل الميلاد. تعالوا نتعرف مع بعض على الإسكندر الأكبر وإزاي غزا مصر. فتح الإسكندر الأكبر مصر بعد ما قضى على تمرد المدن الإغريقية وهزم الفرس في آسيا الصغرى، وقرر الاستيلاء على مصر في خريف عام 332 قبل الميلاد علشان يضمن لجيشه ان يكون عنده مصدر غني من الغذاء. اتحرك الاسكندر الاكبر ومعه اسطول ضخم ليفتح مصر لغاية ما وصل الى تل الفرمة شرق مدينة بورسعيد حاليا، وحارب الاسكندر الفرس وانتصر عليهم واستولى على مصر. وهنا سؤال بيقول: بما تفسر ترحيب المصريين بالاسكندر الاكبر عندما جاءوا مصر؟ الاجابة: اعتقد المصريين ان الاسكندر الاكبر جه عشان يخلصهم من ظلم الفرس اللي فرضوا الضرائب واساءوا للديانة المصرية، وكمان بسبب معرفة المصريين بعادات الاغريق اللي كانوا بيعملوا كجنود مرتزقة في مصر. والسبب الثالث ان الاسكندر الاكبر اتقرب من الشعب المصري فزار معبد الاله بتاح في مدينة منف، واقام مهرجان رياضي على الطريقة الاغريقية، وكمان زار معبد الاله امون في واحد سيوة، وعشان كده اتلقب بابن الاله امون. تأسيس الإسكندر الأكبر لمدينة الإسكندرية، تعالوا نشوف مع بعض إزاي قدر يأسسها. بنى الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية على المنطقة المحصورة بين قرية راقودة وجزيرة فاروس في البحر المتوسط. وهنا سؤال: بما تفسر بناء الإسكندر مدينة الإسكندرية؟ يا ترى ليه الإسكندر الأكبر فكر أنه يبني هذه المدينة؟ طبعا أولا سميت هذه المدينة على اسمه، وده كان السبب الرئيسي في بناء هذه المدينة لتحمل اسمه، ثم لتكون عاصمة لمصر ولتكون مركز لنشأ الحضارة الإغريقية في العالم، ثم لتكون قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. توسعات الإسكندر الأكبر: الإسكندر الأكبر أضاف مصر عام واحد نظم فيها شؤون البلاد وأكمل حروبه مع الفرس، وأضع على ملك الفرس دار الأول في معركة جوجميلة في عام 331 قبل الميلاد، واستمر في تقدمه لغاية ما وصل لنهر السند في الهند، إلى أن توفي الإسكندر الأكبر بعد أن مرض في الهند وعاد إلى بابل، وبعدين مات عام 323 قبل الميلاد وهو في سن 33، وحملت جثته إلى مصر حيث دفن في الإسكندرية، المدينة اللي أنشأها الإسكندر الأكبر وسميت على اسمه في مصر، هي نفس المدينة اللي دفن فيها الإسكندر الأكبر. ملخص درس اليوم أبنائي وبناتي، اتعرفت من خلاله على وفرة الثروات والموارد في مصر القديمة، وده السبب اللي جعل الدول الاستعمارية تطمع في الاستيلاء على مصر.
وكمان عرفنا اقليم مقدونيا انه تم توحيده على يد الملك فيليب المقدوني في عام 338 قبل الميلاد، وان الاسكندر الاكبر لقب بالقاب عديده منها اعظم الفاتحين وايضا ابن الاله امون. ومدينه الاسكندريه تم تاسيسها على يد الاسكندر الاكبر لتكون عاصمه لدولته. وتوفي الاسكندر الاكبر في بابل بالعراق ودفن بالاسكندريه عن عمر يناهز 33 عام. والان ابناء وبناتي مع تدريبات مجاب عنها لدرس الاسكندر الاكبر. السؤال الاول، بما تفسر اتجاه معظم الدول في العصر القديم لاحتلال مصر؟ الاجابه طبعا خدناها بسبب كثره خيراتها اللي جعلت مصر مهد للحضارات. السؤال الثاني، غزو الاسكندر الاكبر لمصر، بما تفسر غزو الاسكندر الاكبر لمصر عام 332 قبل الميلاد؟ الاجابه لتوفير مصدر الغذاء لجيوشه. ثالثا، رحب المصريون بالاسكندر الاكبر عند قدومه لمصر، يا ترى ايه السبب؟ طبعا الاجابه عشان يحررهم من الاحتلال الفارسي اللي فرض عليهم الضرائب وانتهك حريه الديانه المصريه. ثانيا، لمعرفتهم بعادات الاغريق اللي كانوا بيعملوا كجنود مرتزقه في مصر. السؤال الرابع، لقب الاسكندر بابن امون، بما تفسر؟ يا ترى ليه الاسكندر الاكبر لقب بابن امون؟ الاجابه لقب الاسكندر الاكبر بابن امون لانه زار معبد الاله امون في واحد سيوة وقدم له القرابين. والان ابنائي وبناتي اترك لكم الاجابه على سؤال التدريبات اسفل الفيديو المعروض على موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطه. شكرا لكم ابنائي وبناتي، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.